كرام، رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات واندفعت الفئة المستوردة عمرها 4 سنوات فأكثر، مفتوح لجميع الدرجات على مسافة 2400 متر في الشوط الرئيسي الأول في هذا الحفل على كأس جمعية الكشافة العربية السعودية. وكما تشاهدون الآن الجياد سوف تمر من أمام المنصة الرئيسية في هذه اللحظات. أشاهد فازورلاك الآن في مقدمة الجياد، كذلك العيتور في المركز الثاني، المركز الثالث لعديلي، والمركز الرابع لستونكتر في محاولة أيضا مع بداية هذا الشوط في هذه المسافة، أطول المسافات في هذا الميدان، ومحاولة أيضا بعدم الإسراع مع انطلاقة هذا الشوط، وكذلك المحافظة على اللياقة في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. وبدأت الآن التقدم للعيتور لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، يبدو بأنه أيضا يمهد المسافة والطريق أيضا للأحمر في هذا الشوط. تشاهد الآن أيضا التقدم في هذه اللحظات لستونكتر في محاولة أيضا لأخذ مركز متقدم في هذا الشوط، كذلك بريك رانك يأتي في المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم، كذلك أشاهد الآن المحاولات لبنس كينسينغسبيل الآن في المركز الخامس، والمركز الرابع الآن للعوير في محاولة أيضا للتقدم. أشاهد كذلك سموكينغ سان يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مورنينغ ووتش يحاول من الخارج، الآن التقدم يأتي للعيتور، وكذلك بريك رانك يأتي للمقدمة المركز الأول في هذه اللحظات مع مضايقة لستونكتر في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، الثنائي في هذه اللحظات، وكذلك بنسينغسبيل يحاول الآن في المركز الثالث، ولا زالت الصدارة لبريك كرانك ممثل الأزرق الأول في هذا الشوط المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم الـ400 متر الأخيرة، بدأت الإثارة الآن مشاهدين الكرام، وبدأ الدخول لبودي من الخارج الآن ممثل الأبيض الثاني في هذا الشوط، وكذلك سموكينغ سان الآن يحاول من الخارج ومن الداخل الآن بودي يحاول بكل قوة، بودي إلى المركز الأول وكأس جمعية الكشافة العربية السعودية، ما شاء الله تبارك الله، بودي ممثل الأزرق الثاني في هذا الشهر.